ناقش حاجة صغيرة كده. السوشيال ميديا بدل ما تبقى كلها معلش يعني هجوم على السوشيال ميديا، ما هو السوشيال ميديا برضو اللي بتسوق للفنان وبتسوق لأعماله لما بتكون معمولة مظبوط، سواء الانستجرام سواء دي صفحاته على الفيسبوك، ما فيش شك انها ذراع تسويقية للفنان. عيب مش ميزة. ليه؟ ليه؟ هقول لحضرتك. لو انا بفهم في السوشيال ميديا، انا بقدم برنامج مع حضرتك على قناة النهار، وانا لسه حديث العهد بالشغلانه. الف مبروك على فكره، انا نسيت ابارك لك. الجمعه 4:30. طيب عشان الجمهور بتاعك كتير. البرنامج ما تقول لنا بما اننا في نفس القناه فما فيش نفسنا. انت عندك جمهور كتير بيشوف. قول لنا الجمعه 4:30. الجمعه 4:30. وشوشه. والبرنامج برنامج فني. فني؟ لقاءات فنيه وتقارير فنيه واخبار. واخبار برضو الحياه الشخصيه بتاعت الفنانين. اخبار شخصيه؟ لا ما بنخش في الشخصيات. لا بنستضيف الفنانين هم يقولوا شخصيات. بتقدموا انت والزميله ايناس الليسي 4:30 مساء على شاشه قناه النهار يوم الجمعه. اوعوا تروحوا في اي حته. لا انا بقول لحضرتك، لو حضرتك بتتكلم عن السوشيال ميديا، هل لو انا شاطر شويه في السوشيال ميديا ابقى انا اقوى من معتز الدمرداش؟ ابقى انا ظاهر اكتر معتز الدمرداش؟ مالك ومال يا عم؟ ما هي مقارنه اهي. انت بتقول لي النهارده انها مفيده تسويقيا، بقول لك هي عيب، لان انا لو شاطر شويه وانا انا البرنامج بقاله شهرين او شهر ونص، فالنهارده لو انا شاطر شويه ابقى انا ظاهر اكتر من معتز الدمرداش بقيمته وقامته وتاريخه، عشان انا شاطر شويه في السوشيال ميديا. لا مفيش شك انه بعض النجوم اصلا الموضوع ده على فكره في ناس مش شاطر، مش في مصر بس، ده كريستيانو رونالدو صفحته على الانستجرام مكسره الدنيا طبعا، وبيعرفوا يعملوا لنفسهم ايدنتيتي، شخصيه وايقونه على مستوى العالم، عشان في بس في طريقه لاداره المنظومه. ولكن النهارده انا هسالك سؤال، حضرتك عندك صفحه؟ انا ما عنديش. طيب لو النهارده بس انا ما عنديش مشكله في ان يبقى في حد عنده صفحه. ماشي انا مع حضرتك، بس النهارده هل ينفع ان انا عشان انا عندي صفحه فانا اعدي حضرتك، او يعني ابقى ظاهر اكتر من حضرتك برغم ان انا تاريخي او اللي بقدمه اقل كتير من الوقت اللي حضرتك اشتغلت فيه او اسمك او قيمتك، لمجرد ان انا نجم على السوشيال ميديا بالبلدي كده، نجوم السوشيال ميديا؟ لا انا مش عايز ادخلها في اطار منافسه، انا عايز ادخلها في اطار تسويق لصوره الايمج بتاعت الفنان. فين؟ في وسط الجمهور كشغل. كشغل يعني كشغل انا اعتقد انها بتساعد في ده. هو ده بس اعمالي. وبعدين انا بتكلم على الفيسبوك، انا بتكلم مثلا على حاجه زي انستجرام وتويتر او تويتر او كده، يعني مش كله فيسبوك، لانه مفيش شك ان في برضو احنا هنهرب من نفسنا ليه؟ احنا بنحب الفنانين وبنحب المشاهير وبنحب نتابعهم. بمناسبه الفيسبوك، صوره لرونالدو مع ابنه الصغير بتحقق طبعا ملايين المشاهدات في اقل من كذا في جمله بس حضرتك قلتها، اللي هي احنا بنحب الفنانين. طب بليز خلونا احنا كمان نحب ان احنا نكتب ونرد عليكم وحاجات كده، ويبقى في تواصل سوي. مين يعني كام فنانه قالت وطلعت بعد ما اتهاجمت قالت انا هقفل ماي كساب؟ لو تفتكر وقت جوازها من اوكا حصل انه قالت انا هقفل الاكونت خالص من كتر ما اتهاجمت طبعا. فانت بتبعد الفنان، تويتر بتاعها قفلت خلاص. طيب يعني انت بتبعد الفنان عنك اصلا، يعني بدل ما يبقى في قنوات تواصل اللي هي بالزبط طبيعيه، ما هي دي التواصل. بدل ما تواصل معاك انت خلاص. هو دي بقى الحاله بقى. انا عايز اسال حضرتك سؤال. تمام. انا بتابع حضرتك ليه؟ يعني دايما حضرتك خش على اي نجم، اي نجم او نجمه افتح الكومنتس اللي على صورته، حاطط صوره عاديه محترمه جدا ممكن تبقى من برنامج زي حضرتك، فيها كم شتيمه كتير قوي. طب هو حضرتك عامل له فولو عشان تشتمه؟ يعني اتقي الله، انت مش عارف واللي زيك، انتوا اللي خربتوا مش عارف ايه. طب حضرتك عامل له فولو؟ تتفق على شخص لا طب حضرتك عامل له فولو ليه؟ انا النهارده انا بحب معتز الدمرداش، هجيبه كده اقعد اتفرج عليه، ما بحبوش هغير المحطه، مش هخش على الفيسبوك ادور على الاكونت بتاعه عشان اعمل له فولو عشان اشتمه وهو ما عملش حاجه. هي فكره انا بحب الفنان، انا معاك جدا في حبه، معاك جدا حبه، لما تشوف له حاجه كويسه علق، يعني لو تقل خيرا او لتصمت. يعني عندك حاجه حلوه قولها، ما عندكش ما تقولش. انا عايز اقول لك، انا اعتقد ان اللي بيشتمه على الفيسبوك ده لو قابله في الشارع هياخده بالحضن. صدقني هو دي المشكله الاساسيه. صدقني بيحصل ده ازدواجيه. على كل حال الموضوع ده محتاج مننا حلقات كتير.